ده بعد كده قامت الحرب العالمية، ولما قامت الحرب العالمية المصريين قلقوا وقال لك لا احنا خدوا عم الورق والغطاء الذهبي ده. فالانجليز قالوا انتوا قلقانين ليه؟ لان الانجليز كانوا خدوا الذهب ده ودوه انجلترا. فقال لك لا خلاص انتوا انسوا موضوع الذهب ده واعتبروا الجنيه المصري بيضمنوا الجنيه الاسترليني. وراح يقول لك ان احنا مسلفين انجلترا. وطبعا العمليه يعني عمليه نصب يعني اللي قعد، وطبعا النصب ده كان على بعلم الحكومه من ايام الانجليز جم ايام الخديوي توفيق وفتح لهم باب مصر وقال لهم تعالوا اتفضلوا. والخيانه اللي حصلت ايام احمد عرابي وهم بيرتاحوا في البلد يعني باللي هم عايزين. يقول لك مثال. وبعدين تعليم ايه اذا كان احنا كانت نسبه الاميه لما قامت الثوره كانت معديه 86% او مقربه من 90%. وبعدين احلى ايه ده كان اذا كان كان المشروع القومي كان مكافحة الإجحافاء. بالظبط. ها؟ يعني هم في ناس يعني للأسف قاعدين وبيقعدوا يعني بيعملوا نوستالجيا للماضي وبيقعدوا يتكلموا وبيعتبروا بقى يعني، وللأسف الجيل الجديد طالع لا شاف ولا عانى. يعني أنا عشان كده سعيد جدا بالفيلم اللي نزل أخيرا. بتاع الجن بتاع كيرة وإنه فعلا يعني اتكلم على حقائق وعدد كبير من الشباب شافوه الاول الفيلم الاول دلوقتي الفيلم الاول وقال حق الناس دي ما تعرف يعني مين يعني الناس كلها بتتكلم على شهدائنا في شهداء الصراع المصري العربي الاسرائيلي وان مصر قدمت كذا شهيد الاف الشهداء والامور دي كلها وده كان صراع ده كتب علينا يعني ومستمر انا شايفه ان هو هيفضل مستمر يعني ممكن بتحصل هدنه بنقف شويه وبعدين بيستمر دي. لكن مين يعلم ان في نص مليون مصري ماتوا في الحرب العالميه الاولى خدهم الليمبي كده من الفلاحين البسطاء بتوعنا خدوهم عنوه من الغيطان وخدوهم وجندوهم وبقى يبعتوهم دول في الخطوط الاماميه يعني في الخطوط الاماميه جندوا مليون مصري نص مليون منهم ماتوا صح في حرب ليس لنا ناقه فيها ولا جمل خالص في هذا الموضوع. وامور كتير وفي قبل كده كان الخديوي سعيد كان برضو بعت جنود مصر خدهم الفلاحين المصريين الغلابه خدهم وجندهم بالعافيه وبعتهم المكسيك علشان مجامله لصاحبه ملك اسبانيا في هذا الوقت. نعم. ها؟ نعم. فدي يعني امور كثيره وطبعا الناس تشوف قد ايه ان الشعب المصري من ايام الاحتلال الانجليزي لم يسكت والشعب المصري كله قاعد يكافح وحرقه ورا حرقه ورا حرقه من ايام احمد عرابي تكللت بالثوره لغايه لما جت الثوره. ولو تشوف جمال عبد الناصر كان بيختار التوقيتات يعني لما اصدر قانون الاصلاح الزراعي